شفت قبل عدة أيام، من يومين تقريبا، حلقة وايد مهمة على ناس بوك حق الإعلامية الكبيرة هذه سرحان العربية، غيابت فيه الفنانة بسمة المصرية، كانت طبعا قبل ذلك كانت مذيعة. غيابت تناقش ويا موضوع وايد صار يشغل الشارع المصري، يمكن احنا بعد قاعد يصير عندنا تقريبا شيء مقارب منه، بس أقل يعني، لما الحين مو بنفس درجة اللي قاعد يصير فيها مصر، وهي التحرش. الفنانة بسمة تعرضت إلى 3 حوادث تحرش. طبعا هو صار في مصر بنسبة أعلى، لأن احنا عندنا موجود فيه، يعني قاعد نقرأ في الجرائد مرات تحرشات، بس ما وصلنا للشكل يمكن اللي قاعد يصير في مصر. بشع انه يخدش حياة امرأة في الشارع العام بشكل وايد يضايق، خصوصا المفروض ان المرأة سواء كانت فنانة او كانت اي، يكون لها اطار المجتمع يحطها فيه. الفنانة بسمة عجبتني ان هي قدمت بلاغ، ويعني طلعت تتحكى عن معاناتها مع التحرش، وان اول مرة شلون يعني استوعبت الحادثة، وثاني مرة وثالث مرة، وعجبتني ان هي يعني خلاص قامت، وان قامت تساهم كنا في جمعية او شيء من هالنوع، ان يعني وهذا يعني تبي تلجأ للقانون وتبي توعي الناس. وعجبتني حلقة يعني المرأة وايد طلعت ان مجروحة لكبريائها، لكن مع ذلك انها قررت ان تتحمل وتطلع. ذكرتني يعني موقفها الايجابي صراحه اللي طلعت فيه في ناس بوك مع هاله سرحان تتحكى عن معاناتها مع التحرش، ذكرني على طول رديت كاني قاعد اطالع حلقه من حلقات قضيه راي عام اللي سويت يسرى قبل عده سنوات، لما قدمت شخصيه مع ممرضه ودكتوره، 2 دكتورات راح ينقذون طفل في منطقة نائية في تعرضها للاغتصاب، وان المجتمع لانه ما يرحم المرأة المفروض انه يتكتمون على القضية، لكن هم قرروا لا، احنا بحقنا حتى لو فضيحة، حتى لو تدمر وضعنا الاجتماعي نبي حقنا. فانا عجبني ان انا قاعد اشوف انه فعلا في ناس ايجابية انه قاعد تاخذ انه خلاص انا باخذ حقي بالقانون. هذا تحرش فيني، انا قاعد انا غلطتي ان اول مره واحد تحرش فيني ما رحت الاسم اللي هو المخفر عندنا وقاضيت، وحقها وهذا حق اي انسان. ان المفروض ان الانسان هذا ترى الاعلام الايجابي، انه يعلم يوعي، لا ما يصير كل شيء لا عاد سكتوا عنه، لا كبروا راسكم، ترى ياهل، ترى ما شنو ياهل، ياهل يعني ينتهك الاعراض بالشارع. لو ياهل ما انتهك الاعراض بالشارع، الياهل ما يسوي كذي، قليل الأدب واللي يسوي كذي، اللي ما تربى المنحرف أخلاقيا هو اللي يسوي كذي، واللي ما يربي أهله يربي القانون. نشوف مقطع من بس جدا كانت موفقة وايد، يعني كانت من الحلقات جدا موفقة حق أستاذة هالة سرحان، طبعا خصوصا بعد ما شوي ارتحنا من خطاب موضوع السياسة مال مصر. يعني خلاص، يعني أنا رأيي هذه المواضيع اللي لازم نشوف هالة سرحان فيها، في مواضيع وايد اجتماعية تستحق نقاش إنسانة عندها ثقافة عالية نفس هالة سرحان. يعني أنا أكيد أقل منك خبرة هالة سرحان، وأكيد مكانه، لكن اتمنى هذا الفكر يكمل، لان انا اتذكر يعني انت من الشخصيات الاعلامية اللي اثرت عربيا، ويعني حرام تمضغج السياسة في مواضيع وايد ثقافية واجتماعية وفنية تحتاج الى هالة سرحان. ترك السياسة بس، تعبنا سياسة، ملينا سياسة على قولة مشعل العروي، خلونا شوية بالحياة عشان ننتعش.
بنشوف الحين ناس بوك مقطع منه، بس إلى أن تشوفونه أنا ما راح أرجع لكم، راح أودعكم الحين وتصبحون على خير، ونلتقي في حلقات أخرى من نأسف لعدم